لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. رجعنا وياكم يا شباب بشرح مهمات الاسبوع الخامس من الموسم الثالث عشر. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا اصدقائكم، وقناتي الثانية راح اخليكم اياها باول تعليق. ارجو ما تقصرون وياي بالاشتراكات. وبالنسبة لمسابقة الشعبية اليوم راح ينزل فيديو بالليل ان شاء الله، راح اشحن به الفائز بالشعبية. واذا تردون تشاركون بالمسابقة حتى تفوزون بالشعبية راح اخليكم الاي دي مالت الشعبية بالوصف او باول تعليق ويا القناة. تجزون الشعبية وان شاء الله يفوز واحد من عندكم. كل يوم انا كل اسبوع تقريبا جاي افوز واحد. فننتقل على المهام، نروح على الار بي، وبعدها نروح على المهام، وبعدها نروح على المهام التحدي، وبعدها نروح على الاسبوع الخامس. مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو الاسبوع الخامس. اكو هواي ناس يكتبوا لي وحتى يغلطون، ما ادري يعني. اقول لهم الاسبوع الخامس، يقول لي لا هذا الاسبوع الرابع. ما لك شغل، هذا اللي على اليسار مكتوب الاسبوع الرابع. شوف انت هنا هذا الاسبوع الخامس مفتوح بهذه البطاقه. فاول مهمه يا شباب عندنا من المهمات الذهبيه يقول لك اقتل عدوين خلال قياده مركبه في الوضع الكلاسيكي. طبعا هنا هو طالبها من عندك بالوضع الكلاسيكي، تقتل البوت او اللاعب، تسوي له نوك وتفنشه بالسياره، راح تنحسب وياك ايضا اذا تشوفها صعبه عليك. واذا عادي مثلا تشوف اي لاعب او اي بوت تروح تدعمه بالسياره وترجع عليه تفنشه، راح تكمل وياك هذه المهمه بكل سهوله. المهمه اللي بعدها يا صديقي يقول لك اختر مهمه واحده من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام، راح نختار من يمين مهمه واحده. اول مهمه من ذني ثلاث مهام يقول لك اقتل 16 اعداء باستخدام البنادق الهجوميه في سان هوك في الوضع الكلاسيكي. البنادق الهجوميه يا شباب، اول شيء نروح على البنادق الهجوميه. مثل ما تشوفون يا شباب البنادق الهجوميه هي بنادق الاي ار نفسها، اللي هي الاي كي ام، الام 16، السكار، الامفور، الكروز، الاي يو جي، والكيو بي زد، والام 7. طبعا بسان هوك طالب من عندنا نقتل 16 اعداء. واذا تردون تسوون المهمه بسرعه بدون ما تخسرون تقييمكم، تجون هنا تخلونه منظور شخص اول، وتجون هنا تخلونه اسيا، وتخلونه سيرفر انتم تقييمكم ب برونز، تقييمكم ب برونز، وتغيرون اللغه، تخلون هذه اليابانيه او الصينيه، وتخلون هذه اللي بعدها، تصير عندنا اللغتين الصينيه. انا ما راح اسويها، انتم سووها حتى تخلصون هذه المهمه بسرعه ويطلعوا لكم هواي بوتات. مثل ما نرجع يا شباب عندنا ثلاث مهام، راح نختار من عندهم واحده. مثل ما قلت لكم هاي الاولى اقتل 16 اعداء باستخدام البنادق الهجوميه في سان هوك في الوضع الكلاسيكي، او تسوي لك اقتل 7 اعداء باستخدام بنادق القنص اليدويه في فيكندي في الوضع الكلاسيكي. اول شيء يا شباب، في كندي، هذه هي في كندي الخارطة الثلجية مثل ما تشوفوها. بالنسبة البنادق القنص اليدوية اللي يقصد بها، نروح على المخزون، بنادق القنص اليدوي هذه هي يا شباب يقصد بها هي الكار والام 24 والاوم والوين 94. تروح هناك وتقتل 16 اعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة. واكرر اذا سوينا واحدة من هذني ماكو داعي نكمل المهام الباقية الثلاثة، يعني ذني ثلاثة سوبيهن بس واحدة. او شو يقول لك؟ يقول لك اقتل 14 اعداء باستخدام البنادق الرشاشه في ميرامار الوضع الكلاسيكي. طبعا ميرامار كل احنا نعرفها اللي هي الصحراء مثل ما تشوفونها، هذه هي ميرامار مثل ما تشوفوها اللي هي الصحراء. بالنسبه لبنادق الرشاشه اللي يقصد بها هي بنادق الاس ام جي مثل ما تشوفونها، اللي هي الاوزي، يو ام بي، فيكتور، توميغان، بيسون، هذه هي كلها البنادق الرشاشه. تروح هناك وتقتل 16 اعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة بكل سهولة. العفو 14 عدو. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك التقط قنبلة دخانية خلال 20 مباراة في الوضع الكلاسيكي. القنبلة الدخانية كل احنا نعرفها اللي هي السموك الدخانية، تاخذها بكل جيم مرة واحدة، يعني اذا تاخذ بالجيم 20 مرة ما راح تحسب لك، كل جيم راح تنحسب لك مرة واحدة. خلال 20 جيم راح تاخذ 20 قنبلة دخانية، راح تكمل وياك هذه المهمة بكل سهوله. اخر مهمه من المهمات الذهبيه يا شباب يقول لك قم بالحاق 1500 من الضرر في مباراه واحده في الساحه. طبعا الضرر التدميج الاعداء، يعني انت من تدمجهم هذا نحسب لك ضرر. تدريب الساحه تجي هنا بالساحه، هذا هو تدريب الساحه، تسويها
تقتل طبعا فوق العشرة حتطلع لك 1500، كل العدو الدمج مالته 100، فطالب ما عندك 1500 راح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. خلصنا من المهمات الذهبية وننتقل للمهمات المجانية. المهمات المجانية اول مهمة يقول لك قم بإنعاش اعضاء فريقك 24 مرات في الوضع الكلاسيكي. هنا أنا صديقك من يوقع نوك بكل بساطة، حتى إذا تريد تفجر برمانة أو يصعد هو على بناية وشيت ويصنوك وتتعالج، تقدر تسويها بيوم واحد، تقدر تسويها بأكثر من جيم. يعني بكل بساطة تعالج صديقك 24 مرة راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اختر مهمة واحدة من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام راح نختار من عندها وحدة. أول وحدة من ذني ثلاث مهام يا شباب يقول لك حلق في الهواء في المنطاد الهواء الساخن 6 مرات في وضع القبيلة. وضع القبيلة كلكم تعرفونه يا شباب اللي هو موجود بسان هوك، وضع الكفار. فهناك تروحكم اكو منطاد تصعد بيه وتبقى فوق محلق بالمنطاد، تبقى فترة كاتب لك تحلق 6 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة. 6 مرات كل مهمة يعني تسويها تحلق تصعد فوق وتبقى فوق وبعدين تنزل راح تكمل وياك هذه المهمة. 6 مرات تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك قم بإلحاق 2000 من الضرر في الحمولة. طبعا 2000 ضرر يعني انت تدمج الاعداء كالعادة، يعني تقدر تسويها بجيم واحد، تقدر تسويها باكثر من جيم، بس كلكم راح تسوونها باكثر من جيم. طبعا البايلود هذا ووضع الحمولة هذا هو يا شباب تجيب 2000 ضرر وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله وبكل سهولة. نرجع وياكم نكمل المهمات يا شباب. يقول لك اقتل 3 اعداء باستخدام المقلاة في الوضع الكلاسيكي. طبعا المقلاة اللي هي الطاوة تقدر تنوك العدو او البوت وتفنشه بالطاوة راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك احتل مركزا ضمن افضل 3 مع الاصدقاء 2 مرتين في الوضع الكلاسيكي. طبعا هنا صديقك تخلي اصدقائك تسوي تيم، مثلا هسه شلون اني هسه شلون انا عندي ذول الاصدقاء، ارسل الواحد طلب راح يجي وياي ونلعب وناخذ بالتوب 3، ناخذ بالتوب 3 مرتين راح تكمل ويانا هذه المهمة ان شاء الله وبكل سهولة. جاي يقول لك هنا احتل مركزين ضمن افضل 3، يعني تكون الاول او الثاني او الثالث وياك صديقك راح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اقتل 7 اعداء باستخدام بنادق الصيد في ايرنجل في الوضع الكلاسيكي. طبعا ايرنجل كل احنا نعرفها هذه الخارطة مالتنا العزيزة الكل احنا نلعب بيها وما عندنا غيرها اللي هي ايرنجل مثل ما تشوفونها يا شباب. اما بنادق الصيد اللي يقصد بيها هذه هي بنادق الصيد يا شباب اللي هي الشوتجان مثل ما تشوفون يا شباب، هذه هي كلها بنادق الصيد اللي هي الشوتجان S686 والS1897 والS12K مثل ما تشوفونه او DBS. هذه هي بنادق الصيد تقدر تفنش اللاعب تنوك اللاعب باي سلاح وتفنشه بالشوتجان راح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. طبعا طالما عندك 7 اعداء وتكمل وياك هذه المهمة. ننتقل وياكم للمهمات. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اكمل 14 مباريات في الساحة. طبعا هذه الساحة تروح تدخل للساحة وتلعب، فزت او خسرت ما راح يهم، تلعب 14 مباراة بالضبط وراح تكمل وياك هذه المهمة. ما يصير تطلع، لازم تكمل الجيم. يلا تنحسب وياك هذه المهمة. المهمة الأخيرة يا شباب يقول لك أكمل 14 مباريات مع الأصدقاء في أي وضع. مدام هو كاتب لك بأي وضع تجي تجيب أصدقائك وتلعبهم تدريب الساحة حتى تكمل هذه المهمتين مع بعض، يعني تكملهم سوا بنفس الأصدقائك ذولا، تلعب 14 مباراة وراح تكمل وياك هذه المهمة. اللي هنا يا أصدقائي وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسانا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا أصدقائكم، وبس أشوفكم بخير. خالصين، كفو يا وحوش، كفو يا وحوش. خمطت 2 ناس، ناس هنا، ناس 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 ناس. افتر وقف.
كفو 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 والله كفو.